أسمع الله الحسنى There are 99 names of Allah They are mentioned in the Holy Quran La ilaha illahu Rahman La ilaha illahu Rahman Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Malik, Al-Quddus السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر الخالق البريء المصور الكفار القهار There are 99 names of Allah أسماء الله الحسنى They are mentioned in the Holy Quran La ilaha illa Rahman La ilaha illa Rahman Al-Wahhab al-Razzaq Al-Alim al-Fattah السميع البصير اللطيف الخبير الغفور الحليم الشكور العظيم العلي الكبير الحفيظ الكريم There are 99 names of Allah أسماء الله الحسنى They are mentioned in the Holy Quran La ilaha illahu Rahman La ilaha illahu Rahman Al-Muqitul Hasib Al-Raqibul Karim Al-Wasiul Hakimul Wadudul Mujib الوكيل الشهيد الحق المجيد القوي المتين الوالي الحميد There are 99 names of Allah أسماء الله الحسنى They are mentioned in the Holy Quran لا إله إلا الرحمن لا إله إلا الرحمن الحي القيوم الواحد الجهير الأحد الصمد الأول الأخير الباطن الولي المتعالي الجامع الغني النور الهادي There are 99 names of Allah أسماء الله الحسنى They are mentioned in the Holy Quran لا إله إلا الرحمن لا إله إلا الرحمن الأفو الرؤوف الأكرم الشكير البر التواب المقتدر القدير الرب البديع المبين القدير الكفيل الحفيظ الملك النصير There are 99 names of Allah أسماء الله الحسنى They are mentioned in the Holy Quran لا إله إلا الرحمن لا إله إلا الرحمن الخلاق المولى
الألام الإله، المحيط المنان، الهافي المستعان، القاهر الغافر، الجليل الأعلى، الفاتر الرفيع المحيي، الغليب الكافي، الوارث المميت، البعيث الباكي. There are 99 names of Allah, أسماء الله الحسنى. They are mentioned in the Holy Quran.